يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول انتشر في المجتمع جلب الورود للمريض. يقول يوجد هذه عادة سيئة، جلب الأزهار والورود للمريض، هذا من دين النصارى، ليس من عمل المسلمين. المريض يدعى له، يعاد ويدعى له. وأما الورود والهدايا اللي تشبه فعل النصارى، هذا لا يجوز. وش ينفع المريض هذه الزهور؟ وعاد يخسر عليها دراهم، تشترى بدراهم مرتفعة، خسارة لا فائدة فيها، وفيها تشبه. نعم.